ضمن الأهداف العملياتية واستمرار لتحييد وتدمير قدرات الميليشيا الحوثية، كان هناك عملية رصد لمنصة إطلاق صواريخ باليستية في محافظة حجة في مديرية عبس كما تشاهدون أمامكم على يسار الشريحة. هذه منصة إطلاق الصواريخ الباليستية بعد أن تم رصدها من المنظومات الاستخبارية. عملية الاستهداف من قبل طائرات التحالف وعملية الاستهداف والتدمير. أيضاً خلال الفترة الماضية كان هناك اكتشاف لمنظومة سام 6 كما تشاهدون أمامكم في محافظة صعدة. تم وضع هذه المنظومة بالقرب من المناطق أو الأحياء السكانية في أعلى الشريحة داخل محافظة صعدة، تم رصدها من قبل قوات التحالف وتم تدمير الصواريخ من نوع سام وأيضاً الرادار المستخدم لهذه المنظومة. عملية تدمير الرادار سوف نزود الصحفيين بالفيديوهات. ضمن عمليات إسناد الجيش الوطني اليمني في مديرية كتاف والبقع، استهداف ومهاجمة عربتين للإمدادات تحاول الميليشيات الحوثية من خلالها نقل الأسلحة، عملية الاستهداف والتدمير. استهداف العناصر الإرهابية في محور كتاف، عملية الرصد لهذه الجماعات الإرهابية أو الأشخاص التابعين للميليشيا الإرهابية، عملية الرصد والمتابعة. تحاول الميليشيا الحوثية استخدام التجاويف الجبلية الموجودة في المنطقة لتواجد المقاتلين وأيضاً تخزين الأسلحة، عملية الاستهداف والتدمير. أيضاً في مديرية كتاف محور كتاف، استهداف مهاجمة عناصر مقاتلة تتبع للميليشيا الحوثية كما تشاهدون، محاولة استخدام التجاويف الجبلية، عملية الرصد. عملية الاستهداف والتدمير. أيضاً استهداف عناصر مقاتلة من الميليشيات الحوثية في محور كتاف، عملية الرصد من قبل المنظومات الاستخبارية. تجمع المقاتلين من العناصر الإرهابية، عملية الاستهداف والتدمير. استهداف عناصر مقاتلة إرهابية في محافظة صعدة محور اكتاف كما تشاهدون، محاولة العناصر الإرهابية اتخاذ مواقع للتخفي والاختباء كما تشاهدون. عملية الاستهداف والتدمير. استهداف عناصر إرهابية تم رصدها تتواجد في أحد الأماكن في التجاويف الجبلية، عادة ما تكون مناطق متقدمة للإمدادات والأسلحة للميليشيا الحوثية. عملية الاستهداف والتدمير. أيضاً العناصر الإرهابية التابعة للميليشيا الحوثية وقطع طرق إمدادات هذه الميليشيات، عملية الرصد وعملية الاستهداف والتدمير. محاولات الميليشيات الحوثية لنقل الأسلحة والإمدادات، عملية الرصد والمتابعة وعملية الاستهداف والتدمير. أيضاً في مديرية كتاف ضمن عمليات قطع طرق إمداد الميليشيات الحوثية، رصد نقل أسلحة في إحدى العربات التابعة للميليشيا الحوثية، عملية الاستهداف والتدمير. في محافظة صعدة مديرية الصفراء تواجد العناصر الإرهابية، عملية رصد مستمرة من قبل منظومات التحالف، عملية الاستهداف والتدمير الدقيق.
عناصر قيادية من الميليشيا الحوثية تم رصدها وعملية الاستهداف بعد أن حاولت الاختباء. أيضاً اكتشاف أحد الكهوف والذي تتواجد به الميليشيات الحوثية كما تشاهدون في أسفل الشريحة، عملية المراقبة لهذا الموقع، عملية الاستهداف والتدمير في محافظة الصاعدة. أيضاً في كتاف والبقع رصد إحدى نقاط إمدادات الميليشيات الحوثية، عملية الرصد، عملية الاستهداف والتدمير، تجمع عناصر مقاتلة بوجود أحد القادة الميدانيين بالقرب من إحدى الخيام في منطقة العمليات، عملية الاستهداف والتدمير، هذا كان في مديرية باقم، رصد عناصر إرهابية تحاول التقدم إلى الجبهات مع نقل الأسلحة بإحدى العربات، وعملية الاستهداف والتدمير. إحدى العربات أيضاً التابعة للميليشيات الحوثية تحاول نقل الأسلحة. عملية الاستهداف والتدمير. رصد أحد المواقع وهو عبارة عن مركز عمليات متقدم للميليشيات الحوثية من خلال وجود الألواح الشمسية، أيضاً منظومة الاتصالات. عملية الاستهداف والتدمير. العناصر الإرهابية أيضاً في محور كتاف كما تشاهدون، العناصر الإرهابية وعملية الاستهداف والتدمير، اتخاذ الإجراءات الاحترازية في وجود إحدى نقاط الإمدادات باستخدام الأسلحة المناسبة، عملية الرصد، عملية الاستهداف والتدمير. أيضاً ضمن التركيز على قطع طرق الإمدادات للميليشيات الحوثية في محافظة حجة مديرية حرب، رصد إحدى العربات لنقل الأسلحة، وعملية الاستهداف والتدمير.